زي ما دينا واحمد اتكلموا ان احنا يعني الاعلام ده سلاح ودراع للسلطه دايما استخدم ضدنا، واحنا استخدمناه برضو ضدهم في اوقات كتير. فطبعا ما فيش شك ان الاعلام سواء بديل او رسمي هو مؤثر جدا ولعب دور محوري في مش بس في ثورتنا يعني، بس حتى من يعني الناس لما ابتدت تتكلم عن الثوره في مصر بالذات في اواخر 2010 كانت بتتفرج على تونس، كانت بتشوف الصور اللي جايه من تونس، كانت بتتابع على تويتر وعلى الفيسبوك اللي بيحصل في تونس. فده في حد ذاته ادى امل للناس يعني ان الصوره بالذات غير الكلمه متهيالي في عصرنا دلوقتي مهمه قوي. ان انت تشوف يعني ايه ثوره، دايما كنا بنقرا عنها في الكتب ونفتكر ان دي حاجه بتحصل زمان قوي ومحدش كان في ذهنه حتى او في يعني متخيل مثلا الثوره دي هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا احنا لما شفنا تونس عرفنا شكلها عامل ازاي ان ده بحد ذاته قوي جدا. فان انت تنقل الصوره وتنقل معركه الشعوب او تنقل يعني المقاومة بتاعت الناس للدفاع عن حقوقها والوصول للحرية والديمقراطية وهكذا، يعني ده في حد ذاته سلاح قوي جدا في ايد كل حد مننا. لاننا دلوقتي طبعا عايشين في عصر كل الناس معاها موبايلات، معاها كاميرات ديجيتال، وسائل الاتصال طبعا سريعة وممكنة وبسيطة ومتوفرة، بقت متوفرة عن الاول بكتير. يعني متهيألي في مصر الاحصائية ان لكل شخص عنده موبايلين حاجة زي كده او خطين يعني موبايل، 90 مليون او حاجة، 110 مليون خط موبايل موجود في مصر. فيعني ده ممكن كل واحد معاه خط وشوية يعني وحدة. فطبعا الناس على طول من اول من ساعة كفاية ومن ساعة ظهور الاعلام المستقل اللي هو الخاص، الاعلام الخاص، قنوات الاعلام الخاصة سواء كانت الجزيرة او دريم او المحور او مع احنا عارفين طبعا فاهمين كويس جدا القنوات دي مسيطر عليها رجال الاعمال ومسيطر عليها وطبعا ليها اجندات خاصة بيها، مفيش اعلام محايد. فالاعلام البديل اللي هو يملكه الشعب اللي هو امكانياته بسيطة ومتوفرة سواء كاميرا موبايل سواء كاميرا صغيرة ديجيتال. يعني انا رحلتي مع التصوير ابتدت بكاميرا البلاك ميري، يعني انا اول افلام صورتها وعملتها من مظاهرات كنت بشارك فيها وكنت بشاهد قمع فيها كنت باخدها من الموبايل. مفيش اكيد منكم حد ما شاركش في مظاهره قبل كده ما رفعش الموبايل وخد صوره او قطعه فيديو. بس الفكره ان الحاجات دي الماده دي لما ما بتترفعش او ما بتتنشرش ما بيتمش الترويج ليها او نشرها بشكل عام يبقى موجود يعني لناس كتيره، محدش بيشوفه الا انت يعني. فاهميه الاعلام البديل ده ان انت تنشره وان هو يبقى متاح لاكبر كم من الناس ممكنه. وده يعني ودي كانت تجربتي ان انا كنت دايما لما بنزل المظاهرات حتى قبل ما يعني يبقى عندي كاميرا ان انا كنت بحاول على قد ما اقدر، ولا بعرف اعمل مونتاج ولا اي حاجه، بس كنت بحاول ان انا اخد اي قطع فيديو للمظاهره وارفع ده على اليوتيوب. وكنا احنا يعني كصور او كناس نشطة يعني كنا بنتابع برضو الفيديوهات والماده اللي كانت بتبقى موجوده في انحاء العالم كله، يعني سواء الوطن العربي او في حته ثانيه. فنشر المعلومه دي مهم جدا. احنا شفنا ان اكيد طبعا ده استخدام شوية سيء في اول الثورة، ان هم سموا الثورة ثورة الفيسبوك وثورة تويتر وان دي هي الوسيلة يعني اللي بتصنع الثورات، وده طبعا مش حقيقي لان احنا عارفين كويس جدا ان لو الناس ما كانتش نزلت في الشارع وشاركت في الشارع
وضحت بحياتها وعايز يعني وكانت محبة انها تعمل ده او كانت عاوزة ومصرة انها تشيل مبارك وانها تجازف بحياتها. ده كله طبعا ده كان الاداة اللي احنا استعملناها ان احنا نتواصل مع بعض. هي كانت الاعلام البديل سواء تويتر او فيسبوك او الحاجات دي. من ساعة الثورة ما ابتدت لغاية دلوقتي وفي محاولات كتيرة من شباب ومن مبادرات مختلفة عن تكوين او صنع الاعلام البديل ان احنا نحاول ان احنا نعمل مبادرات زي مصرين او زي عسكر كاذبون او اخوان كاذبون او في مؤسسة اضف طبعا اللي شاركت في بناء مبادرات كتيرة زي جرامافون وحاجات اخرى تانية ان التوثيق والنشر والحق في الناس انها تبقى المادة دي موجودة مجانة وسهلة وان اي حد ممكن بموبايل او حتى لو ما عندوش لابتوب بس مثلا لو ما لابتوب في شغل ان هو يقدر ان هو يدخل اونلاين ان هو يقدر ان هو يشوف توثيق الثورة ده يبني ارشيف. ده كان يعني ده حاجة مهمة جدا وده بالاساس معنى الاعلام البديل ان انت مش بس بتبني يعني بتحاول ان انت تنشر المعلومة دي عشان تحاول ان انت تعمل زي ما بنقول الدومينو افكت انها تأثر وتنتشر المعلومة دي وتنتشر الصورة دي بس انت برضو بتوثقها لان ده هيبقى تاريخك يعني دي هتبقى الذاكرة للأجيال القادمة اللي هتقاوم وهتكمل طريق الثورة. يعني احنا يعني متهيالي في عصر دلوقتي التويتر فيد بتاعنا هو اللي هيبقى تاريخ الثورة يعني مش ودي حاجة يعني كويسة بس في نفس الوقت الاعلام السلطة بقى يستعملها ضدنا زي ما الفيسبوك مفتوح لحركة الاشتراكين الثوريين وان احنا نعمل عليه دعاية ثورية وتحريض واضح وكل ونسمع صوت الطبقة العاملة والاخبار عن العمال والحركة الثورية فين وكده برضو بنشوف ان بيستخدموا الاداة دي لتشويه برضو الصور والمحاربة في الصور وتشويههم وحتى يعني اعتقالهم بسبب مثلا تويتة او ستاتس او حاجة مكتوبة على السوشيال ميديا. يعني دي ما كناش بنشوف ده قبل كده وطبعا يعني بعد ما السيسي جه من بعد فض الاعتصام رابعة واحنا شفنا قد ايه الصحفيين واي حد بيحاول انه يوثق او يطلع الحقيقة او ينشر ايه اللي فعلا بيحصل في الارض ان هو بيتم يعني الانتهاك بيه او بيتم يعني التعدي عليه او ان هو بيحاول ان هما يسكتوا الناس اللي زي احمد سمير وزي ناس تانية انها ما تتكلمش بتهديد. طبعا في يعني في مثلا 81 صحفي اعتقلوا ودول صحفيين كانوا بيأدوا عملهم يعني كصحفيين ده غير طبعا ال 21 ألف معتقل اللي هم يعني مواطنين او ناس شاركوا في مظاهرات او حاولوا ان هم يعبروا عن رأيهم. فواضح جدا ان البروباغندا السيسي وكل البروباغندا اللي موجودة دلوقتي ضد الثوار وضد الثورة بتحاول انها تقمع الصوت ده اللي هو بيحاول انه يقول الحقيقة او يبقى صوت مختلف عن الاستقطاب اللي احنا فيه اللي هو يا مرسي يا سيسي. فدورنا كثوريين ان احنا نكمل مسيرتنا في تشبيك كل المبادرات الصغيرة اللي موجودة لبناء اعلام بديل قوي. احنا عاوزين نبني
كاونتر ماسبيرو. وماسبيرو هنا بكل المعاني، يعني سواء راديو، سواء كتابة، سواء تصوير، سواء فن. هي الدولة عندها الأجندة الخاصة بيها طبعا، وعندها إعلامها المشوش والكذاب وكل اللي هو ما فيهوش أي نوع من أنواع الحرية ولا المهنية ولا الحيادية حتى. وده موجود في كل حتة، هتلاقوه في الفن، في الكتابة، في التصوير، في الأفلام، في الأغاني، يعني في كل حاجة. في كل حاجة من ماسبيرو اللي هو موجود ده، احنا محتاجين ماسبيرو المضاد ليها، محتاجين الـ 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 الأفلام الثورية، محتاجين الدعاية الثورية، محتاجين الكتابات الثورية، محتاجين. وعشان نعمل ده هياخد وقت وهياخد تنظيم. يعني عاوزين احنا في التلفزيون الاشتراكي لما ابتديناه كان للأساس 2 أو 3 يمكن اللي بيصوروا وبيرفعوا المادة دي على الشانلز او القنوات بتاعتهم الخاصة على اليوتيوب. بعد اطلاق التلفزيون الاشتراكي احنا بقى عندنا مراسلين كتير، عندنا اكتر من 275 فيديو عليه اكتر من 100,000 مشاهد، في 2,300 متابعين للقناة بتاعتنا على اليوتيوب. وده نجاح في حد ذاته، ان قبل كده ما كانش عند، يعني كان ناس بتتابع اشخاص، دلوقتي بالاساس منحاز للطبقة المضطهدة، سواء عمال او طلبة او ثوريين او مهمشين او اقباط او مرأة، بتقدر ان انت تتابع فعالياتهم، مظاهراتهم، وكمان حتى المعارض الفنية اللي هي معمولة عن الثورة او الحفلات، الاغاني. يعني الفكرة ان ماسبيرو المضاد ده مش هيبقى بس كاميرا، ومش هيبقى بس كتابة، ومش هيبقى بس جريدة، بس المفروض هيبقى كل الحاجات دي. واحنا بنتهز يعني الفرصة ان احنا في الندوة دي النهاردة وبنتكلم عن الاعلام والثورة بعد 3 سنين، وندينا نفسها بقالها 3 سنين بتفكر في ازاي نعمل يعني نصنع الاعلام البديل. هو بالاساس هي فكرة الماسبيرو المضاد دي، محتاجين كل حد بيؤمن بالفكرة دي ان هو يتابعنا ويشارك معنا ويبقى مراسل لينا، حتى لو هو مش اشتراكين ثوريين يعني، بس لو هو منحاز للثورة، لو هو منحاز للطبقات المضطهدة اللي احنا عندنا دلوقتي موقع بوابة الاشتراكي وعندنا التلفزيون الاشتراكي، ان هو يقدر يشارك معنا، ان هو يراسلنا، ان هو يقدر يكتب لنا. انا عارفة الاستاذ احمد هنا هيكتب وكتب لنا مقال او اخدنا ان احنا ممكن بالضبط يعني يشارك بمقالات. مهم جدا اصوات الناس اللي هي معبرة عن الثورة في بحر الثورة المضادة ده، ان احنا نجمعها ونلنكها ونشبكها ببعض عشان نبني الماسبيرو المضاد ده اللي هو هياخد سنين. يعني ده مش حاجة هنقدر ان احنا نعملها في سنة، او ان احنا كاشتراكين ثوريين نعملها لوحدنا. احنا بالتأكيد محتاجين كل الدعم. وتابعونا على صفحة الاشتراكين الثوريين وعلى التلفزيون الاشتراكي وعلى موقعنا بوابة الاشتراكي. شكرا.